طبعا انت هتموتي تعرفي بيقولوا ايه. اكدب عليك لو قلت لك لا، دي البكريه اطيب واحده فيهم، بخاف عليها قوي. ربنا يطمنك عليهم ويخليكي ليهم. ربنا يخليك. حسن، هي مراتك ماتت ازاي؟ مش مهم ماتت ازاي، بس انا ممكن اقول لك هي عاشت ازاي. عاشت بتحبني، هي بنت عمي، ابويا وامي الله يرحمهم كانوا بيحبوا بعض، فقضيت انا واخواتي طفوله كلها دلع وحنيه، وانا كنت عيل لعبه شويه وبتاع بنات. ابويا زي ما كان معماري عظيم، هو اللي حببني في الهندسه على فكره، بس كان برضه صعيدي عظيم في نشفان الدماغ. قال لي هتتجوز بنت عمك، انت كده كده صايع ومفيش حد في حياتك، بنت عمك متعلمه وجامعيه، وانا مش هسمح لحد غريب يخش في حياتنا ويفتت ارضنا، احنا اولى بلحمنا. انا وقتها ما كنتش عندي استعداد اخسر الحياه اللي انا متعود عليها، ولا عندي استعداد اواجه ابويا، والحقيقه انا ما كانش عندي مانع اتجوزها، يعني طالما حياتي اللي انا عايشها هتفضل زي ما هي. كل الحكايه انه البيت بقى فيه واحده بتكنس وتمسح، وارجع البيت الاقي اكل جاهز وفرشتي مترتبه، وانا بقى عايش حياتي من دي لدي كل يوم مع واحده وهي ولا في دماغي. العجيب بقى انها كانت حاسه بكل ده وما اتكلمتش. اكيد مفيش ست ما بتحسش مهما كانت علاقتها بجوزها عامله ازاي. حبيبتي كانت كل ما تيجي تقول لي انا حامل اقول لها ليه بس كده، تقول له في احلى من عيال في الدنيا. كان نفسها بنت، وانا كمان برضه كان نفسي بنت، بس كل مره اجي من ولد. هي كانت متهيألها إنه لما أشوف عيالي بيكبروا حواليا هتلم. اتلميت؟ العكس، كل يوم بسوق أكتر، وجعت زادت، هو تقريبا مش شايفها، والعيال بقوا بالنسبة لي هم، حمل وصداع، بخش البيت بقرف وبعايز أهرب تاني. رغم كل ده ما جتش مرة قالت لي طلعني. كانت عايشة على أمل إن يجي يوم أقول لها بحبك. جه اليوم ده؟ جه. رغم إني عاوز أسمع بقية القصة، بس لو أنت مش عاوز تحكي أنا هحترم سكوتك. اهلا اهلا بابا، انت كنت فين؟ انا بدور عليك، احنا خسرنا الماتش بس انا صديت ضربه جزاء. اوه مصطفى، انت اللي هتحطم اسطوره الحضري. سلام على طنط نادية. ازيك يا مصطفى؟ طنط نادية مديرتي في الشغل. مديرتك ايه بس؟ بابا اهم مني في الشغل بكتير قوي. ينفع اروح اقعد تنس مع صحابي؟ ينفع طبعا، عن اذنك. اتفضل يا حبيبي. مش قلت لي ان الماتش اتاجل؟ بصراحه كنت خايف نشيل كتير، بس اول ما صديت ضربه جزاء قلت افرحك. افرح اكتر لو ما جبتش تاني. روح لاصحابك. جميل قوي. حبيبي ده اللي ملحقش يشوف امه. ماتت وهي بتولده. يومها وهما بيجهزوا اوضه العمليات، الدكتور خدنا على جنب وقال لي ان الحاله مش مستقر. دخلت لها وقفت قدامها وقلت لها ما تخافيش يا نهى، هتؤمنا بالسلام. لقيتها بصت لي وابتسمت
شكلي انا دلوقتي مبسوطه حتى لو هموت، عشان شفت في عينيك نظره الحب اللي عشت سنين طويله نفسي اشوفها. ساعتك هنان عليا ادفع عمري كله ونهت ام السلام. ما عرفتش قيمتك غير بعد ما راحت يا نبي. وفي يا ماما.